طيبة مشاهدينا الأوفياء. امتحان الديمقراطية الذي عاشته بلادنا خلال الأسابيع الأخيرة أسدل ستاره يوم 2 أكتوبر الجاري. كانت المحطة الأخيرة انتخابات أعضاء مجلس المستشارين أو الغرفة الثانية للبرلمان. ما هي إذن نتائج هذا الاقتراع الغير المباشر الذي تحكم فيه الناخب الكبير وليس الشعب؟ هل تؤدي الانتخابات دورها المنوط بها وهو تقريب الناخب المغربي من المشهد السياسي المغربي، أم أنها مجرد محطة كاريكاتورية فقط؟ ما هي اختصاصات مجلس المستشارين التي جاءت في دستور 2011؟ أسئلة وأخرى يجيبني عليها ضيف حلقة مع الحدث، تابعونا. حلقتنا اليوم مشاهدينا الكرام فيها الكثير من السياسة والقليل من المفاهيم القانونية والتقنية، وضيفي اليوم هو الدكتور سعد الدين العثماني رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية. ورحب بك سيدي في بلاتو برنامج مع الحدث، شكرا على تلبية الدعوة. سيد سعد الدين العثماني، العلماء السياسة تحدثوا عن ربط جدلي بين الديمقراطية والانتخابات، وحددوا 3 عناصر أساسية مهمة للحفاظ على هذا الربط الجدلي، وهي إرادة الناخب الحرة، التنافسية الحرة لنخب سياسية، ثم النزاهة التقنية للعملية الانتخابية. دعنا من 4 شتنبر نتحدث بالضبط على 2 أكتوبر، يعني يوم انتخاب أعضاء مجلس الغرفة الثانية للبرلمان. هل سقطت هذه القاعدة يوم 2 أكتوبر؟ وهل يمكن أن نقول أن الديمقراطية اغتيلت يوم 2 أكتوبر داخل الغرفة الثانية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا شكرا على إتاحة هذه الفرصة. لا أظن أنه في مسلسل انتخابي في بلد مثل المغرب يمكن أن نتحدث عن مثل هذه التوصيفات الإطلاقية. ليس هناك نجاح كامل ولا فشل كامل، هناك نجاح نسبي وفشل نسبي واختلال نسبي. وبالتالي في انتخاب مجلس المستشارين يوم 2 أكتوبر فيه الكثير من الجديد والإيجابي، لكن الكثير ولكن فيه أيضا سلبي جداً. يعني خرج الصحف وخرج محللين وخرج أمناء عامين لأحزاب سياسية تحدث مثلا عن استخدام أموال طائلة في لشراء الأصوات، هناك حديث عن يعني عدم احترام إرادة الناخب، هناك عناصر أساسية تربط ديمقراطية بالانتخابات تم كسرها داخل يوم 2 أكتوبر. هناك لا شك أن هناك اختلالات، ولكن ليس معناه اغتيال ديمقراطية، هذا كلام كبير جدا ويحتاج إلى إثباتات. واليوم هناك على كل حال تحقيق قضائي، سنرى ماذا سيسفر عنه. استعمال المال، كان هناك استعمال المال، ولكن في مختلف الانتخابات التي مرت السابقة كان هناك استعمال المال. في 4 شتنبير كان هناك استعمال المال، في انتخاب رؤساء المجالس هناك استعمال المال في عدد من الدوائر. استعمال المال ليس بالطريقة أنه جميع المرشحين، جميع الناخبين، جميع المجالس، لا لا، إنما هناك يعني استعمال نسبي للمال، ولا أحد يعرف حجم هذه الظاهرة حقيقة. في انتخاب مجالس الجهات هناك استعمال المال ورؤساء الجهات قبل ذلك. فإذا قلنا هناك اغتيال ديمقراطي فيجب أن يكون اغتيال كامل لجميع هذه المراحل، وهذا غير صحيح. نحن نتحدث فقط عن 2 أكتوبر لأنه كان خاص جدا. نحن إلا بغينا نعرفوا القيمة ديال الانتخابات خصنا نقارنها بالانتخابات السابقة لنرى هل المغرب يتقدم أم لا يتقدم. ليس هناك خير مطلق أو نجاح مطلق أو نزاهة مطلقة للانتخابات في هذا المسلسل، وليس هناك يعني فشل مطلق. فلذلك كما قلت هناك عناصر جديدة مهمة في هذه المرحلة، وهناك سلبية أخرى أيضا في هذه المرحلة، منها استعمال المال ومنها عدد من حتى أن النسبة الكبيرة للمستشارين والأعضاء يعني عادت نفس الوجوه، وهناك فقط قليل من الوجوه الجديدة التي زينت في 2 أكتوبر الغرفة الثانية. هنا سأتحدث معك سيد سعد الدين عن حتى الغاية من هذه الغرفة، الغرفة الثانية، يعني تولت دساتير أخرى ما بين حذف هذه الغرفة، أخرى أعادت
الانبعاث لهذه الغرفة في دساتير لاحقة، وخاصة وعزز الدستور 2011 للحفاظ على هذه الغرفة. ما الغاية بالضبط؟ يعني ما هي مهمة هذه الغرفة الأساسية، خاصة هذه الغرفة الثانية عفوا، خاصة وأنها لا تعبر بشكل مباشر عن إرادة الناخب، يعني ليس مثلا مثل الغرفة الأولى. يعني لماذا نحتفل لحد الآن مجلس حكماء صح؟ حتى لا نكرر الكلام، متجاوز لأنه دستوريا في القانون الدستوري وفي الأنظمة في العالم أنا موجود أنظمة ذات غرفتين، والأنظمة البرلمان ذات غرفة واحدة. المغرب كان ذات غرفة واحدة في فترة واختار الغرفتين. الآن أظن بأنه المشكل ليس فيه هو نظام الغرفتين ونظام آخر، لأن كل واحد عنده إيجابية ديال وعنده السلبية ديال ويختار. ما هي الإيجابية؟ ما هي الإيجابية سياقتهم؟ الإيجابية أنه هنا في هذه الغرفة الثانية يختار عادة تمثيلية لفئات معينة لمجموعات معينة التي يمكن أن تدلي بآراء من مواقع معينة. مثلا بالنسبة للغرفة الثانية في المغرب التركيبة ديالها متنوعة، ليست مثل الغرفة الأولى، فيها ممثلين عن الجماعات الترابية الجهات والجماعات المحلية، فيها ممثلين عن النقابات، فيها ممثلين عن الغرف، فيها ممثلين اليوم عن اتحاد مقاولات المغرب أو رجال أعمال المغاربة. معنى ذلك هناك تركيبة متعددة التي يمكن بها أن نستحضر الهموم التي تعيشها هذه الهيئات في هذه الغرفة الثانية. إحنا عندنا كاع اللوردات في بريطانيا كلهم معين. يعني منطق آخر مغاير ليس عندنا في المغرب. فلذلك هذه أنظمة توجد في كثير من دول العالم وعندها منطق معين وعندها إيجابيات وبطبيعة الحال عندها سلبياتها. عندما نختار الإيجابيات نختار مع السلبيات. اخترنا الغرفة الواحدة نختار فيها إيجابيتها ولكن أيضا نختار مع سلبياتها. طيب سعد الدين العثماني، ثم إرادة الناخبين هنا في بما أن الناخبين من الناخب الكبار قد صوتوا وأرادوا في شوية ديال المبالغة في القضية ديال فقط الناخبين صوتوا وأرادوا لكن يعني يختلف عن مثلا عندما نتحدث عن مجالس الجهات. مثلا مجالس الجهات كان الانتخاب مباشر وأثناء الانتخاب المكاتب وانتخاب رؤساء الجهات لم تلتزم في كثير من الأحيان باتجاهات الرأي عام أثناء انتخاب أولئك الناخبين أنفسهم. بينما هنا منطق آخر مغاير أن أولئك الناخبين أصبحوا أولئك المنتخبين أصبحوا هم ناخبين. فيجب أن لكن استعمال المال فعلا هذه ظاهرة مقلقة في الواقع المغربي عموما ومقلقة أيضا في مختلف الاستحقاقات الانتخابية. وبطبيعة الحال خص المقاومة ديالها، لكن المقاومة يجب أن تكون متكاملة. المقاومة القانونية وحدها لا تكفي وإن كانت قوانينها تحتاج إلى التطوير. المقاومة القضائية وحدها لا تكفي وإن كانت هي مهمة جدا ويجب أن تكون حاضرة. المقاومة عن طريق الإدارة تنظيميا بالإدارة والمراقبة ديالها لا تكفي، لأن الخطر قبل حتى تعيش بحال قدك ما تكفي. يجب الأحزاب السياسية هي أن تتحمل المسؤولية ويجب المواطن أيضا أن يتحمل المسؤولية. وأظن بأن المواطنين في انتخابات 14 تنوير عندما صوتوا بكثافة في كثير من المناطق وفي كثير من المدن ضد الذين استعملوا المال، إنما بيّنوا عن وعي وذكاء كبير أنه يمكن للمواطن أن يحسم فيما يخص استعمال المال في كثير من الأحيان. طيب. لكن المقاربة متكاملة. طيب دكتور، أكيد الدستور الجديد دستور 2011 جاء باختصاصات جديدة لمجلس المستشارين، ممكن أن تحدث المشاهدين عن هذه الاختصاصات؟ ليست هناك أي اختصاص جديد لمجلس المستشارين، يعني سلب منه واحد. يعني لا، لم يسلب منه أي اختصاص، نفس الاختصاصات التي كانت عن مجلس المستشارين وكان لا التي أعطيت للبرلمان عموما. مجلس النواب مجلس المستشارين يعني تقريبا واحدة. لكن هناك فرق بين اختصاصات الجديدة للبرلمان بغرفتين ومع البرلمان السابق. صحيح الدستور 2011 قوى البرلمان وأعطاه مجموعة من الاختصاصات الجديدة، مثلا تقييم السياسات العمومية كبند خاص في عمل البرلمان هو شيء جديد في الدستور الجديد ويعتبر. مثلا الاتفاقيات الدولية الآن كلها الآن اليوم تمر أمام البرلمان.
من قبل كانت فقط الاتفاقيات ذات التأثير المالي هي التي يصادق على البرلمان. اليوم أصبح البرلمان يصادق على مختلف أنواع الاتفاقيات الدولية، وهذا شيء جديد. وهكذا هناك عدد من الاختصاصات قوى البرلمان، قوى الدستور الجديد اختصاص البرلمان. دابا شنو الجديد بالنسبة للعلاقة بين الغرفة الثانية والغرفة الأولى؟ الجديد هو أن من قبل عندما يكون هناك قانون يجب أن يصادق على مشروع قانون يجب أن يصادق عليه الغرفة الأولى وتصادق على الغرفة الثانية. وإذا مثلا الغرفة الثانية بعد مصادقة الغرفة الأولى دخلت تعديلات خص دار اللجنة إلى رجع الغرفة الأولى وفرض ذلك التعديلات خص دار اللجنة مشتركة بين الغرفة الأولى والغرفة الثانية باش يحسموا في ذلك التعديلات، بمعنى تحسب التوافق بين الغرفتين. الآن الدستور الجديد لا، أعطى الاختصاص للغرفة الأولى في الحسم، بمعنى يمكن للغرفة الثانية أن تدرس مشروع القانون أن تدخل عليه تعديلات جديدة أو تعدل حتى ما أدخلت الغرفة الأولى، ولكن بعدها كيرجع الغرفة الأولى كيتحسم كتقبل أو كترفض. إذن أصبحت عندنا الغرفة الأولى فعلا والغرفة الثانية، وفي الدستور القديم ما كانش عندنا غرفة أولى وغرفة ثانية، تقريبا الغرفتين كانتا متساويتين. وإلا من غير هذا الشيء في العمل الرقابي يتساووا، في العمل التشريعي جميع القوانين تتغرف الآن العمل الدبلوماسي بحال بحال، تقييم السياسة العمومية بحال بحال. طيب هذا الاختلاف الأول. إذن الاختلاف الثاني هو أن اليوم الغرفة الثانية عندها واحد الأولوية معينة فيما يخص السياسات الاقتصادية والاجتماعية المحلية. كل ما يخص السياسات المحلية الجهوية والترابية تمر أولا عبر الغرفة الثانية، وهذا على خلاف القوانين الأخرى اللي يمكن تمر أولا عبر الغرفة الأولى أو الثانية. هاد اختصاص ديال هاد اسمه اللي كيهم الجماعات الترابية وتدبير الشأن المحلي تعطى هاد الامتياز ديال أن يمر أولا على الغرفة الثانية، تعطى هاد الامتياز للغرفة الثانية يعني مجلس المستشارين لكون أنه ممثل فيه يعني ممثل فيه هاد الجماعات الترابية بشقيها الجماعة المحلية والمجالس الجهوية. طيب دكتور سعد الدين، بعد أن تحدثنا عن الاختصاصات نتحدث قليلا عن حزب العدالة والتنمية وما حصل عليه داخل الغرفة الثانية. في 2009 كنتم ممثلين بصفر مقعد، اليوم تمكنتم من تشكيل ستتمكنون من تشكيل فريق داخل الغرفة الثانية. ما الذي تغير حتى تتمكنوا من يعني حتى وصلتم لهذه النتيجة؟ تغير المسلسل كله. أولا في قبل 2011 كانت مجالس الجهاد تنتخب بالاقتراع غير المباشر عن طريق الناخبين الكبار الذين هم المستشارين الجماعيين، ولم يكن لمجالس الجهاد أي تمثيلية. أولا تمثيلية ديال الناخبين الكبار ديال مجالس الجماعات نحن عرفنا كيف مرت انتخابات 2006 بالخصوص، ثم انتخابات 2009، وأنا ذاك كان وزن حزب العدالة والتنمية في الجسم ديال الجماعات المحلية محدود جدا، كان عند الناس 2009 1500 مستشار جماعي وهو عدد قليل. اليوم أصبح عندنا أكثر من 5000 مستشار جماعي، يعني ضاعفنا العدد 3 مرات على الأقل. وبالتالي فأصبح وزن حزب العدالة والتنمية أكثر من داخل الجماعات، نتيجة أن مجالس الجهات تهي كتمثل في مجلس المستشارين وهي بالاقتراع المباشر من قبل المواطنين، أصبح وزن حزب العدالة والتنمية مجلس الجماعات الجهات أكبر. وأنتم تعرفون بأن حزب العدالة والتنمية هو الأول في الانتخابات ديال مجالس الجهات، لا من حيث عدد الأصوات ولا من حيث عدد المستشارين الجهويين. فبالتالي استطاع حزب العدالة والتنمية يعني يقوي الموقع ديالو، وبالتالي أن يحصل على فريق مرة واحدة عندما دخل لأول مرة مجلس المستشارين. وأظن بأن هذا تطور طبيعي، حزب العدالة والتنمية ينافس في مشهد سياسي اللي فيه عدد من الأحزاب السياسية نشأت قبل الاستقلال أو أحزاب سياسية نشأت بعيد الاستقلال، إذن عمرها تقريبا 50-60 سنة الآن، وأحزاب سياسية نشأت مع العودة الجديدة للديمقراطية في السبعينيات، يعني عمرها الآن تقريبا تقترب من 40 سنة 35 سنة. فحزب عدالة والتنمية الذي نشأ في قومته الجديدة سنة 1996
إذن اليوم في أقل من 20 سنة استطاع أن يحقق هذا يعني التطور التدريجي، وهو منهج الحزب دائما يتقبل التطور التدريجي، ولكن كنظن بأن المواطنين نتيجة العمل الجدي للحزب بوأه هذه المكانة، فالشكر في هذا يجب أن يعود للمواطن المغربي الذي صوت بكثافة لحزب عبد التنبير في الانتخابات 14 تنبير، هذا هو النتيجة دياله. طيب مما سيمكنكم هذا الفريق، يعني فريقكم داخل الغرفة الثانية للبرلمان، هل ستشتك خاصة أن حزب العدالة والتنمية أو الأغلبية الحكومية دائما كانت تشتكي من أن هناك تبطيء للزمن التشريعي بسبب مرور بعض مشاريع القوانين عبر الغرفة الثانية، هل ستغيرون شيء بدخولكم للغرفة الثانية؟ لا شك أن الكثير سيتغير، كما أن دخول حزب العدالة والتنمية لمجلس النواب سنة 1997 ومنذ الولاية الأولى غير الكثير، زرع حيوية وجدية في العمل البرلماني، أدخل آليات جديدة في العمل البرلماني كانت موجودة في القانون في النظام الداخلي لمجلس النواب ولم تكن تفعل، حاول أن يرفع منسوب النزاهة والشفافية داخل المؤسسات البرلمانية بتعاون مع شركاء آخرين ومع برلمانيين آخرين نزهاء أيضا وشرفاء ومع أحزاب أخرى. إذن حزب التنمية قام بهذا الدور مع أحزاب أخرى في مجلس النواب، اليوم غادي نقوم بنفس الدور في مجلس المستشارين. أول شيء يجب زرع الجدية في دواليب مجلس المستشارين، لا فيما يخص الحضور ولا فيما يخص مواكبة ملفات وحضور اللجان ومناقشة القوانين وغيرها. وأيضا يمكن لحزب العدالة والتنمية من خلال خبرته التي راكمها أن يقدم يعني أفكار جديدة فيما يخص تدبير الملفات وغيرها داخل مجلس المستشارين. لكن أنا أريد أن أشير هنا إلى أن الأغلبية الحكومية كلها لا تزال أقلية في مجلس المستشارين. الأغلبية مجلس المستشارين هي المعارضة. وبالتالي ذاك الشيء اللي غادي نقوموا به غادي يكون محدود في إطار ما نتوفر عليه من يعني تمثيلية داخل مجلس المستشارين. ولكن كوننا عندنا فريق فقط يعني 12 وكون الآخرين عندهم أكثر منا بكثير، لا يمنع بأن فعالية أعضائنا سيرغم الآخرين على أن يغيروا أسلوب عملهم، لأن إحنا عندنا تجربة في مجلس النواب حزب العدالة والتنمية رفع الإيقاع من حيث الحضور تحدى الآخرين، وإلى حد أنه في الولاية السابقة قبل ما نكون في الحكومة ونحن لا نزال في المعارضة ونحن لسنا الفريق الأول في مجلس المستشار في مجلس النواب، ورغم ذلك استطعنا أن نسقط بعض تعديلات الحكومة لأن أغلبيتها تئن تحت طائلة الغياب ديال الأعضاء ديال الفرق ديال الأغلبية آنذاك. واليوم أيضا نحن بالحضور ديالنا وبالجدية ديال الأعضاء ديالنا في مجلس النواب وفي مجلس المستشارين هذا الشيء اللي غادي يوقع كيكون ضغط على الفرق الأخرى باش حتى هما يحضروا، إلا سيكون هناك صعوبات في أن يجعلوا قوى يعني مقترحاتهم تمر. وفي اللجان غادي يكون نفس التحدي، يعني غادي يكون الحضور ديالنا في اللجان أكثر وأعلى ومستمر إلى حد أنه سنرغم بعض البرلمانيين الذين لا يحضرون عادة، البعض يكون كثير من البرلمانيين اللي كنحييهم هنا واللي هما عندهم أيضا الجدية وكيحضروا كثيرا، ولكن هادشي مع الأسف ليس هو الأكثرية في كثير من الفرق. لدى الأغلبية الحكومية اليوم مساندين نقديين يعني دخلوا هنا ويتواجدون كذلك داخل الغرفة الثانية، هذا المساندة النقدية باقي ما عرفناش كيفاش غادي تخرج. لا هذاك الشيء دابا يعني سننتظر، لا سنراقب وننتظر، هل هو كلام ألقي في واحد الظرفية مر فقط أم أنه كلام جدي سيترجم على أرض الواقع. طيب وأنا ذاك سنتعامل معه حسب الجدية دياله في أرض الواقع، ما نتعاملوش حنا بالتصريحات، نتعامل بالعمل. لكن على الأقل توقعكم يعني توقعكم على الأقل للمشهد داخل الغرفة، كل شيء متوقع، كل شيء جميع الاحتمالات ممكنة. طيب. لأن ما يعرف اللي في الرأس ديال الوحدة إلا الله. طيب دكتور في ختام الحلقة تعطينا كلمة حول الانتخابات بصفة عامة بعد 14 تنبير وبعد 2 أكتوبر، ما هي الذي لم نشير إليه هو كالتالي، هو أن انتخابات 2 أكتوبر هو واحد تتويج لمسلسل تتويج لمسلسل من استحقاقات انتخابية متتالية، وهذا شيء مهم. انتخابات ماشي محطة واحدة وإنما محطات متتالية بعضها يبني على بعض، وأظن بأن بلادنا ربحات في هذه المحطة أنها حققت خطوة إلى الأمام. صحيح
تكون عندنا واحد اليقظه، بغينا تكون انتخابات ديالنا احسن، بغينا ما يكونش استعمال المال. مع الاسف لا يزال الكثيرين يعولون على استعمال المال وفقط على استعمال المال، او يعولون على البلطجه. صحيح البلطجه والاستعمال العنف في الانتخابات الاخيره نقص بكثير عما كان في الانتخابات السابقه، ولكن لا يزال هناك بعض الاطراف يستعملوا العنف. الترحال السياسي هو ايضا امر يجب ان نقاومه. صحيح هناك مقتضيات دستوريه جديده طورت الامور بشكل كبير جدا، ولكن لا يزال هناك يعني مع الاسف الشديد الناس اللي كينوروا في الانتخابات كل مره كيخترعوا شي حيل جديده، والقانون يجب ان تتطور على حسب الحيل ديال هادو وداكشي اللي كيخترعوا باش يهربوا من التمثيليه الحقيقيه ديال المواطنين واش يخليو الخريطه السياسيه تمثلهم. هناك ملاحظه ثانيه اخيره، هو ان انتخاب الاخير لمجلس المستشارين هو جزء من تطبيق دستور 2011. دستور 2011 غادي ياخذ سنوات ليتم تطبيقه، حنا الحمد لله الان حلقة. المؤسسات الدستورية عموما وخصوصا البرلمان الآن تم بناؤها على أساس دستور 2011، بمعنى حنا راه في مرحلة ديال التأسيس. إلى جيتي هادشي كامل تأسيس، كنأسسوا جهوية لأول مرة كنديروها وهي دستور 2011، ولكن يلا في 2015 شكلنا هاد مجالس الجهات. وهكذا كثير من الحلقات اللي غادي تلو السنة المقبلة والسنة اللي بعد منها في تطبيق الدستور. فلذلك هذا ورش المواطنين كينتظروا النتائج. هذا قال دستور جديد فيه تغيير كبير، ولكن فين هي النتائج؟ النتائج غادي تجي تدريجيا عن طريق استكمال يعني المراحل، وهي كتعطي المواطن اهميه. شفناها في الجهات ان المواطن اصبح عنده دور اكبر، شفناها في الجماعات المواطن ايضا اصبح عنده دور اكبر، ولكن غادي نشوفوا في يعني في عدد من المحطات الاخرى، مثلا العرائض، جمع العرائض عندما يخرج القانون التنظيمي المنظم لهذه المشاركة ديال المواطنين، واللي كتوجه الجماعات وكتوجه الجهات وكتوجه الإدارات المركزية الوزارات والحكومة والمؤسسات العمومية، هذا غادي يكون فيه أيضا إسهام أكبر للمجتمع المدني وللمجتمع عموما وللمواطن المغربي نحو إرساء أسس الديمقراطية التمثيلية اللي كيخلي المواطن ماشي فقط كيصوت وكيمشي كيتسنى هذوك اش غادي يديروا حتى 6 سنين عاد يرجع يصوت أو 5 سنين، لا، ولكن أثناء الولاية يمكن أن يساهم بالاقتراح، يمكن ان يساهم بالاحتجاج، يمكن ان يساهم باقتراح، لانه يمكن يقترح جدول اعمال في الجماعات، يمكن يقترح جدول اعمال في الجهات، يمكن مقترحات القوانين في البرلمان، يمكن بزاف ديال الامور اللي يمكن اليوم المجتمع المدني والمواطنين عموما يساهموا بها. انا انتظر خروج القوانين التنظيميه باش تعطي دفعه جديده لهذه الديمقراطيه التمثيليه اللي غتكون مكمله بهذه الديمقراطية التشاركية التي ستكون مكملة للديمقراطية التمثيلية. طيب شكرا جزيلا لك سيدي سعد الدين العثماني. أما أنا مشاهدينا الكرام فأقول لكم تابعونا في الأسبوع المقبل مع ضيف جديد وموضوع جديد. إلى اللقاء.